شكرا الكرام، السلام عليكم. عرض المساء السودان هذا المساء من قناة الشروق، نبدأ بالعناوين. البرهان يحذر من مخططات لتقسيم السودان وتفكيك القوات المسلحة. وزير الدفاع وقائد يونسفا يؤكدان على أهمية التعاون الثنائي لتعزيز الاستقرار في أبيي. رئيس الوزراء يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي عبد الرحيم علي محمد. طالب القيادي بالجبهة الثورية ورئيس مسار الوسط التوم هجو بإجراء انتخابات مبكرة لضمان الإبقاء على روح الثورة وتحقيق الشعارات في الحرية والسلام والعدالة والانتقال السريع إلى الديمقراطية وبناء السودان. وقال هجو في مؤتمر صحفي بوكالة سونا للأنباء إن مسار الوسط طالب بتحقيق التنمية المتساوية، ودفع رئيس مسار الوسط بالجبهة الثورية توم هجو عن توقيعه لاتفاق مع الحكومة الانتقالية. وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن هنالك مصوغات عدة منحته التفويض الذي وقع بموجبه اتفاق الوسط مع الحكومة الانتقالية، ويضم كيان أهل الوسط ولايات الخرطوم والنيل الأبيض والجزيرة وسنار. وانتقد توم هجو الدعوة لتعيين الولاة والمجلس التشريعي قبل إحلال السلام. قال رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان لولا انحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب لكانت هنالك فوضى وانحدار للمجهول. وفي كلمة له في منطقة الخرطوم العسكرية اليوم قال رئيس المجلس السيادي إن هنالك مخططات لا زالت تسعى لتقسيم السودان وتضع في أولوياتها تفكيك القوات المسلحة، وثمن التناغم التام بين القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، وأكد أن محاولة الوقيعة بينها يائسة وفاشلة. ودعا البرهان إلى عدم الاستجابة للهتافات والأقوال المستفزة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. وأكد البرهان أن السلام أولوية للمرحلة الانتقالية حتى ينصرف الجيش لواجباته الأساسية في التدريب والتنظيم وحماية السلام، ويكون السلام مستداما يحقق كل تطلعات السودانيين ويحل مشاكلهم ويجبر الضرر من الحرب. تحية لكل الذين قدموا وضحوا من أجل أن ينال السودان استقلاله. تحية لكل أخواننا المرابطين الآن في الصغور، الجيش الموجود الآن في كل بقاع السودان، في كل حدود الممتدة من قرورة وطوكر والدمازين والروسيرس وسنجا وفوربرنجا أررة الوخاين مثبت. الآن القوات المسلحة موجودة في كل مكان بتدافع عن السودان، رغم أن في كل ذول القوات المسلحة موجودة بتدافع عن الناس اللي بيقولوا عن الجيش وبتقولوا عن القوات المسلحة كلام يجب أن نقف عنده كلنا. أكد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك حرص السودان على تقديم كافة المعينات اللازمة لتسهيل عمل بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة بأبيي وإنجاح مهمتها، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي حدثت بالبلاد، فضلا عن التطورات الإيجابية في العلاقة مع دولة جنوب السودان الشقيقة. والتقى حمدوك قائد قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة بمنطقة أبيي مهاوي زودي بحضور وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، وبحث اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به البعثة والتحديات التي تواجه عملها بأبيي. أكد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عدوي جمال الدين عمر ثقة السودان في البعثة الأممية في أبيي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال لقائه الفريق مهاري زودي قائد قوات يونسفا، وأمن اللقاء على التعاون الثنائي. ودعا وزير الدفاع إلى مزيد من الجهد لدعم الاستقرار في منطقة أبيي وتعزيز دور العسكريين من الجانبين.
رئيس الوزراء عبد الله حمدوق قرارا بتعيين الطيب جاد الكريم محمد علي مديرا عاما لهيئة تطوير الزراعة بسد مروي، كما أصدر رئيس الوزراء قرارا اليوم الأحد بقبول استقالة عبد الرحيم علي محمد من وظيفة رئيس مجمع الفقه الإسلامي. وجاء قرار قبول الاستقالة بناء على توصية وزير الشؤون الدينية والأوقاف. شددت حركة العدل والمساواة جناح قناديل السلام على قومية الحركة وأجندتها، وحذرت من المساس بمكتسبات الثورة وتحويلها لأجندة تخدم مصالح خاصة. وقال محمد أبكر زكريا القيادي بالحركة ومسؤول الإقليم الشرقي لدى مخاطبته حشدا جماهيريا من أنصاره بولاية القضارف، قال إنهم عادوا للوطن للتبشير بالسلام والحرية والعدالة، منذرين من كل محاولة لاختطاف الثورة التي شارك فيها كل الشعب السوداني. وقال إن حركته عادت للوطن بقلب مفتوح وكف ممدود للمشاركة في بناء سودان يسعى الجميع على أساس المواطنة وتتساوى فيه الحقوق والواجبات. من جانبه أكد آدم عيسى حسابه رئيس وفد حركة العدل والمساواة جناح قناديل السلام أن دستور حركته يؤمن بقومية الحركة دون انحياز لإقليم أو فئة، وأكد أن المرحلة القادمة من تاريخ السودان السياسي تحتاج لنبذ العصبية والقبلية. وأضع من أجل ذلك أضنا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالسلام، مبشرين بالاستقرار، مبشرين بالرفاء والنماء، ومنذرين لكل من يحاول أن يجلب الثورة أو محاولها، محاولا منه أن لا يحدث السلام. اختتمت قوات الدعم السريع قطاع كردفان بمركز تدريب الهجانة بالأبيض العام التدريبي بتخريج عدد من الدورات المتخصصة في مجال العمل العسكري المتقدم. وأشاد قائد الفرقة الخامسة مشا والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن صادق الطيب عبد الله بالجودة والإتقان في العمل والمهام التي تؤديها قوات الدعم السريع، وقال إن الاحتفال بالدفعات المتخرجة جاء متزامنا مع احتفالات البلاد بالعام الأول للثورة وعياد الاستقلال، وهي القيم التي تتطلع القوات المسلحة بشعبها المختلفة أو بشعبها المختلفة بصونها وحفظها والدفاع عنها. وجدد حرص القيادة على التدريب ورفع الكفاءة وتعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة والاستعداد الدائم لحفظ أمن البلاد وسلامة مواطنيها. القيادة هي مهتمة جدا بتدريب الفرد وبرفع قدرات الفرد إن شاء الله بإذن الله تعالى. نحن الآن يعني في أكثر فترات السعادة أو فقرات السعادة باكتمال هذا العمل الذي يتزامن مع هذه الأيام الطيبات، أيام الذكرى الأولى للثورة، أيام عيد الاستقلال المجيد. نسأل الله أن تكون هذه الكوكبة هي دفعة جديدة تدفع بعملية السلام والاستقرار والسلام المجتمعي في المنطقة. من جهته أشار قائد قوات الدعم السريع قطاع كردفان العقيد الركن عمر الصديق إبراهيم إلى أن الدفعات المتخرجة تلقت أحدث أنواع التدريب العسكري لتعزيز كفاءتها ورفع قدراتها القتالية، بما يمكنها من التعامل مع كل المهام الأمنية خاصة محاربة الفساد والمهددات الأمنية التي تستهدف أمن المواطن ومقدرات الوطن. نؤكد لأهلنا في ولاية شمال كردفان أننا نسهر بإذن الله على راحتهم، وإننا لن نتوانى في حصر أي تفلتات وأي مهددات أمنية وأي عمليات نهب ضد المواطن البريء، المواطن الذي يخرج من صباح يومه لينال لقمة العيش. لكن إن شاء الله نؤكد وقفتنا إن شاء الله مع إخوتنا في الأجهزة الأمنية الأخرى ضد الفساد وضد المتفلتين، ونزل الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة السلام ويديم نعمة الاستقرار على أهلنا الطيبين في الفرقان وفي الأسواق وفي الغرى، وأن ترجع الغرى إن شاء الله إلى مناطقها وإن يستتب الأمن ونحتفل جميعا إن شاء الله بالسلام.
بدأت بالخرطوم فعاليات المهرجان الثقافي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة. وقال الأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بالخرطوم راشد التجاني إنهم خرجوا من إطار التعاطف الإنساني إلى فضاء الحقوق والواجبات، وأشار إلى ارتفاع وعي الشخص صاحب الإعاقة بدورها في المجتمع، مؤكدا أن المهرجان رسالة تعبر عن هذه المفاهيم التي تنقل المعاق من مربع الاستهلاك والحاجة إلى مربع الإنتاج والمنافسة. هذا وقد قدم أعضاء المجلس صنوفا من إنتاجهم الإبداعي والأدبي والفني والخطابي، وبرزت أيادي منهم تخطت حواجز الموهبة لساحات الاحتراف خاصة في مجال النحت والمشغولات اليدوية. مهرجان الإبداع الفني والثقافي ومعرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ينظم اليوم في الساحة الخضراء كجزء من احتفالات مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة ولاية الخرطوم باليوم العالمي للإعاقة، والذي يأتي في هذا العام تحت شعار المستقبل يمكن الوصول إليه وحنبنيه. وهذا البنيان ومساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة في بنيان هذا المجتمع وهذا الوطن يظهر في هذا اليوم في شكل هذه المنتجات التي يقدمها الأشخاص ذوي الإعاقة. وزعت ولاية شمال كردفان مخصصات للأيتام والمعاقين بتنفيذ الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية بمبلغ يفوق 60 مليون جنيه، وأشاد بالدور المتعاظم الذي تقوم به الهيئة العمالية من خلال كفالتها لعدد 4700 يتيم علاوة على المعاقين بالولاية كأكبر داعم لهذه الشريحة. وأشار مسر الإمام مركز ومدير هذا المركز قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الصحة بشمال كردفان إلى أن حكومة الولاية ستسعى إلى تفعيل الشراكات والقوانين التي من شأنها تقديم كل الاحتياجات لهذه الشريحة. تقديراتنا نحن كقطاع تنمية اجتماعية يمكن ده أكبر مبلغ، ويمكن ينفذ هذا المبلغ مشروعات تعين الفقراء في حياتهم اليومية وفي مشروعاتهم المستقبلية. البرنامج عمل على استقرار الأيتام في التعليم، عمل على دعمهم في إطار الصحة، عمل على تهيئة الحياة الكريمة اليوم والرفاه الاجتماعي. يمكن من خلال الهيئة كفلنا أيتام حتى وصلوا المراحل الجامعية. نحن في مرحلة تحورت فيها جميع الأهداف إلى أن نعمل في إطار برامج 200 يوم وبرنامج المرحلة الانتقالية، وكذلك تماشت معنا الهيئة بحرص كبير جدا حتى وإنه نعمل في منظومة واحدة، منظومة تتسخ فيها الأهداف وتتحد فيها الرؤى بإذن الله. من جانبه أشار مدير الهيئة العمالية للإغاثة والرعاية والتنمية بولاية شمال كردفان صالح محمد أبكر إلى أن هنالك جملة من المشاريع والبرامج تعمل الهيئة على تنفيذها في الفترة القادمة، والتي تتمثل في المراكز الحضرية والتي تعمل على تقوية تقديم الخدمة للأيتام والأرامل. توزيع مخصصات الأيتام والمعاقين والطلاب الجامعيين الأيتام والتي تناهز 62 مليار جنيه سوداني بحمد الله تعالى، تتوزع على عدد من المحليات بولاية شمال كردفان، محلية شيكان ومحلية الرهد ومحلية أم روابة وبعض المحليات الأخرى. وتأتي هذه الكفالة تأكيدا للشراكة القوية والعلاقة المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان. هذه العلاقة التي تقوى والتي تتعزز في كل يوم وتظهر في أوجه مختلفة من التعاون بين الشعبين الكريمين، شعب المملكة وشعب السودان. تواصل معكم في هذا العرض الإخباري من السودان هذا المساء، وفيه عقب الفاصل: عودة تجار العملة لوسط الخرطوم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه. الآن إلى أخبار الاقتصاد، حيث عاد تجار العملة لممارسة نشاطهم من جديد وسط العاصمة السودانية الخرطوم عقب حملات مكثفة طالتهم الأسبوع الماضي. وفي غضون ذلك عودت أسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية للعملات اليوم الأحد مقارنة بانخفاض طفيف خلال الأيام الماضية. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه رغم الانخفاض الذي طرأ عليها الأسبوع الماضي. سجلت أسعار بيع الدولار 7 و
80 جنيه مقارنة ب 85 جنيه خلال الأيام الماضية، بينما سجلت أسعار البيع 86.2 جنيه مقابل 83 جنيه. أعلن المدير العام المكلف لسوق الخرطوم للأوراق المالية طيب الجعلي البدء في الهيكلة التصحيحية لسوق الخرطوم للأوراق المالية ضمن خطة متكاملة للسوق، وأكد حرصهم على إرضاء تطلعات الشعب السوداني. من جانبه دعا المحلل الاقتصادي عمرو زكريا عبدو لضرورة تفعيل دور السوق المالي في السودان للنهوض بالاقتصاد وتقديم التسهيلات للشركات العاملة في المجال الحيوي، وطلب بإقامة بورصة للذهب في السودان لحل أزمة التهريب اقتصاديا. وقعت وزارة العدل وبنك السودان المركزي عقدين لتطوير نظام الأرشفة الإلكترونية لإدارة المسجل التجاري العام والثاني لإعمال الأرشفة الإلكترونية لمستندات إدارة المسجل التجاري. وقال وزير العدل إن هذا التوقيع يصب في اتجاه خطة الوزارة لحوسبة العمل بالوزارة. من جانبه أبان عادل هلال المسجل التجاري العام أن التوقيع يجيء بهدف الارتقاء بالخدمات التي يقدمها المسجل التجاري العام بتقديم خدمة تتماشى مع سياسة الدولة، وأضاف أن هذا التوقيع يأتي في إطار الخطة العامة لوزارة العدل وإنفاذ لخطة المسجل التجاري العام للانتقال من النظام الورقي للنظام الإلكتروني. وقال إن هذا التوقيع يأتي في إطار الشراكة بين إدارة المسجل التجاري والبنك المركزي. مباشرة إلى الرياضة، حيث يستضيف هلال الأبيض المريخ العاصمي غدا الاثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم في دورته الأولى، ويقف المريخ في صدارة المنافسة ويامل في تعزيز موقعه على رأس القائمة في ختام مباريات الدورة الأولى. وبالمقابل يسعى هلال الأبيض إلى مواصلة صحوته في المنافسة من أجل المزاحمة على البطاقات المؤهلة للتمثيل في البطولتين الإفريقيتين. قال مدرب الهلال حمادة صدقي في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه على النجم الساحلي التونسي إن الأداء والروح القتالية للاعبين وراء الفوز وكانت مهمة للغاية إذ كنا نفكر في الصعود، وأضاف أن اللاعبين أدوا بشكل جيد وأغلقنا مفاتيح لعب النجم الساحلي العديدة حتى تحقق لنا الفوز. مشاهدينا الكرام، ختام هذا العرض نذكر بالعناوين. البرهان يحذر من مخططات لتقسيم السودان وتفكيك القوات المسلحة. وزير الدفاع وقائد يونسفا يؤكدان على أهمية التعاون الثنائي لتعزيز الاستقرار في أبيي. رئيس الوزراء يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي عبد الرحيم علي محمد. انتهت هذه الجولة من السودان هذا المساء، نشكر لكم حسن المتابعة. دائما للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.